جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في البلدة بعد الانتهاء من كل صلاة يقوم أحد الإخوة المصلين أو الإمام نفسه بقراءة آية الكرسي، وبعدها يقول سبحان الله 33 والحمد لله والله أكبر كذلك، وبعد ذلك يقول بعض الأدعية ونحن نؤمن وراءه، مع العلم أن ذلك كله جهرا، فهل ذلك وارد؟ أرجو النصح والإرشاد جزاكم الله خيرا. التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة، هذا مستحب أدبار الصلوات، وكذلك قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات مستحبة، ولكن هذه الصفة التي ذكرها السائل مبتدعة، وهي صفة القراءة الجماعية أو الذكر الجماعي، الإمام يدعو وهم يؤمنون أو يأتي بهذه الأذكار وهم يتابعونه كالتلقين، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، الواجب ترك هذا العمل، وأن كل واحد يذكر الله في نفسه، يذكر الله لنفسه منفردا عن الآخرين وبدون رفع صوت. نعم.